اتشرفت اليوم بالمشاركة في حوار حوالين استخدام الذكاء الاصطناعي في حمامات السباحة، ودي حاجة مهمة جدا على أساس إن احنا نقدر نوفر في الطاقة ونوفر في المياه، وحتى ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي دوت في إنقاذ الحياة وإنقاذ الناس اللي موجودة، بحيث لو حصل أي مشكلة الذكاء الاصطناعي يقدر يتدخل ويحاول إن هو يحل المشكلة دي إن شاء الله. كانت جلسة مفيدة، الواحد اتعلم منها كتير جدا. شكرا.